الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله، وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الهجرة في سبيل الله، أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان، حديثنا اليوم عن العلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تعالى: إنما يرفع الله كذلك إنما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قرن العلم بالإيمان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بدأ بفعلم، اعلم ما ينبغي لك أن تعلم عن عقيدتك، عن الذات الإلهية، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا علمت ذلك توجهت إلى الاستغفار، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وتذكر بأن الله يعلم متقلبك ومثواك. أيها السادة، من علامات القيامة أنه يقل العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي وفي القبيلة الجاهل أو الجاهلان، ويأتي زمان على أمتي وفي القبيلة العالم أو العالمان. قال صلوات الله وسلامه عنه فيما صح عنه من رواية البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء. العلم لا ينتزع في ساعة إلا ما كان من علامات الساعة. في آخر الزمان يخرج القرآن من الصدور ومن السطور، يحاول الإنسان أن يقرأ الآية فلا يستحضرها، يفتح كتاب الله فلا يجدها. لكن هذا قبيل الساعة بقليل، أما ما قبل ذلك
فالله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يموت من هنا عالم ومن هناك عالم، ومن الطرف الآخر عالم، ومن القرية الفلانية عالم، ومن ناحية المدينة الفلانية عالم، ومن الناحية الأخرى من تلك المدينة عالم، وهكذا يتقلص العلم. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا. هم جعلوهم رؤوسا لكنهم جهال. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. أيها السادة، نحن بحاجة إلى أن نقبل على العلم من جديد، بل من واجبنا أن نقبل على العلم. ففي العلم واجب فرضي على الشخص أن يتعلم ما يتعلق بصلاته وبصيامه وبعبادته وهكذا، وبحجه إن أراد الحج، وما يتعلق بتجارته إن كان تاجرا لابد أن يعلمه. وهناك فرض كفائي على الأمة يقوم به بعض العلماء فيسقط الإسم على الأمة. فإن لم نجد هذا القدر الكافي أسمت الأمة بكاملها. قال العلماء: إذا كنا بحاجة إلى مؤذن ولم يوجد أسم أهل القرية، إذا كنا بحاجة إلى إمام واحد الحد الأدنى ولم يوجد أسمت القرية بكاملها، وكذلك إذا كنا بحاجة إلى طبيب ما ولم يوجد أسمت القرية بكاملها. لا يوجد أمر أعظم من طلب العلم، أن تطلب العلم. وأتحدث هنا عن العلم الشرعي، أتحدث هنا عن أن تمخر عباب الشريعة. لكن من أين تأتي بمصادرك؟ هل تأتي بمصادرك من الفيسبوك أو من التويتر أو من الشيخ جوجل؟ لا وربكم، لا بد من أن تجلس على ركبتيك على أيدي العلماء الثقات الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية وبالثقة وبالعلم. نحن أصبحنا في زمان كلنا نتكلم فيه بالعلم بلا استثناء. إذا طرحنا قضية الآن أصبح الجميع إلا من رحم الله ممن يخشى الله، ممن يقف خائفا عند حدود الله، أصبح الأكثر يتناول القضية ويقول: هذا حلال وهذا حرام. وقد قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لو أن إنسانا الآن في غازي عنتاب أو في تركيا أو في أي مدينة من مدن الدنيا افتتح عيادة في أي مجال من مجالات الطب، ولم يكن قد أخذ شهادة في هذا العلم، ولم يكن قد أخذ ترخيصا من النقابة ذاتي للاطلاع بهذا العلم، ماذا يفعلون به؟ يعتقلونه ويودعونه في السجن ويحولونه إلى المحكمة للقضاء.
لو أنه افتتح مكتبا هندسيا ولم تكن له شهادة أو دراسة أو إذن بالمزاولة لفعلوا ذلك. أما العلوم الشرعية فالجميع بلا استثناء يتناولها هكذا بجرأة، أجرأكم على الفتيا، أجرأكم على النار. كيف نتجرأ؟ وأكثر ما يظهر ذلك على الفضائيات. إعلاميون لا يعرفون شيئا من الدين، أو ينكرون الدين كله، أو يحاربون الله ورسوله، ثم بعد ذلك تجدهم يتحدثون في العلم وفي الفتوى وفي تقييم الأزهر وفي تقييم النبي عليه الصلاة والسلام. تجد لكع ابن لكع يقول لك إن أول داعشي في التاريخ هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذه حرب على الإسلام. نحن ننكر الداعشية وننكر ظاهرتها، ونعلم أن ظاهرتها ظاهرة غير صحية، وظاهرة غير علمية، وظاهرة استخباراتية، لكن أن يربطها أحد بسيدنا أبي بكر لأنه حارب المرتدين، فهذه حرب على الإسلام. لكع ابن لكع، لئيم ابن لئيم، يتحدث في الدين آمرا وناهيا ومصوبا والعياذ بالله، ليتحقق فيه وفي أمثاله وقد كثروا في هذا الزمان قول النبي عليه الصلاة والسلام. ويتكلم الرويبضة، ستكون سنوات خداعات أو خداعة، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ويتكلم الرويبضة، قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ أسمعوني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني في أمر الأمة. الرجل التافه، الرويبضة في اللغة العربية هي دابة إذا لم تؤكد النظر فيها فإنك لا تراها، تدوسها دون أن تنتبه إليها. هذه الرويبضة تتحدث في آخر الزمان وتتصدر الفضائيات وتتناول الفتوى والإيمانيات وتقيم الإسلام وتتحدث في أمته. إنها حرب على الإسلام. أما العلماء فالعلماء العاملون الصادقون فإما في السجون وإما في المعتقلات وإما مهاجرون في أرجاء الأرض مطاردون، وإما أنهم مغيبون في بيوتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا أيها السادة، وهنا بيت القصيد، نحن أطلقنا الآن دورة لطلب العلم. هذه الدورة لن تتناول فئة بعينها فقط، كلكم مطالبون بها، أنتم وزوجاتكم وأبناؤكم على اختلاف أعمارهم وأعماركم. هذه الدورة في العقيدة وفي الفقه وفي اللغة العربية. هذه الدورة في السيرة وفي التجويد. نريد أن نتعلم ديننا، لا نريد الرويبضة أن يطالعنا بما يقول. يقول ابن عطاء الله: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك لا تدري ماذا يعلق بهما. لا تمكن زائغ القلب من أذنيك. لابد من أن نتعلم ديننا،
هذه الدورة ستكون يوما واحدا في الأسبوع. هذه الدورة كنا ننتظرها من أجل رفع الحظر عن يوم الأحد، وقد رفع الحظر، وسنبتدئ من الأسبوع القادم 5 ساعات وكأننا في مدرسة. 5 ساعات وكأننا في مدرسة، من الصباح إلى ما بعد الظهر بإذن الله، من 9 إلى 2 ما بعد الظهر. وتذكروا قول الله عز وجل الذي بدأت به خطبتي: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا تقل لي أنا كبير. العز بن عبد السلام وكثير من أهل العلم طرقوا أبواب العلم وهم في سن متقدمة. العز بن عبد السلام صار سلطان العلماء، والحديث عنه يحتاج إلى خطبة واحدة، ولعلنا نفرد له خطبة بإذن الله. أدعوكم إلى هذه الدورة بإذن الله تعالى، وأبرئ ذمتي أمام الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله. حمدا لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام برر بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان والعقيدة، في هذا الأسبوع جرت مجزرة للمسلمين في أفريقيا الوسطى، كنت أحب أن أخصص الخطبة كلها عنها، لكن شغلني الحديث عن طلب العلم عما جرى في تلك المجزرة. وهذا ما يربطنا بخطبتنا الأولى: ذبح الكثير من العلماء والأئمة والخطباء وطلاب العلم وطلاب الحلقات. هذه الحرب في أفريقيا الوسطى بدأت في 2013، وكانت تتصدر فرنسا الواجهة فيها، لكن منذ 2017 سيطرت قوات فاغنر غير الرسمية، وهي قوات موجودة في سوريا الآن وموجودة في ليبيا الآن. هذه قوات غير نظامية، ممن ذهبوا إلى التقاعد حولوهم إلى ميليشيات، وفيهم نخبة لكنهم قتلة، يقتلون المسلمين في ليبيا ويذبحونهم في سوريا، ويتابعون طريقتهم هناك وسيلتهم هناك في أفريقيا الوسطى وربما في بلاد أخرى. وصدقت يا سيدي يا رسول الله، صدقت حين قلت: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: كثير، ولكن غساء كغساء السيل. غساء كغساء السيل. غساء السيل ما هو؟ هو ما يجري فوق السيل، أوراق، أوراق شجر، أغصان، أشياء متناثرة غير منسجمة مع بعضها لا قيمة لها. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يخذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عندما يأتي إنسان إلى خطبة الجمعة في آخر دقيقة، فهذا لا يريد أن يحضر، هذا يريد أن يسجل حضور ويعذر نفسه: أنني أتيت للصلاة. كيف ستهابنا الأمم عندما قيل لليهود: ألا تخشون العرب وأنتم في بحر من العرب؟ قالوا:
عندما يصلون في الأقصى ويمتلئ الأقصى كما تمتلئ الجمعة حينئذ نخشاهم، لكن لا يأتي إلى الأقصى إلا العشرات، وفي صلاة الجمعة يأتون بعشرات الألوف. عدونا يعرف ميزان قوتنا وميزان ضعفنا، ولا حول ولا قوة إلا بربنا خالقنا وملهمنا ومعيدنا إلى قوتنا بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تقطعنا بأسباب الذنوب عنك يا الله، ولا تحجبنا بقبائح العيوب لا نضامها أنت إلهنا. احفظ شبابنا، احفظ بناتنا. اللهم أعنا على الحفاظ على الهوية الإسلامية لأبنائنا، لشبابنا، لأمتنا، في غربتنا وفي كل أرض نذهب إليها إليها أو نمر بها أو نحط رحلنا عندها يا الله يا الله يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله. قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.